عبد العزيز السيدي المنسق العام للندوة الدولية ندوة مراكش الدولية حول التعليم الأولي. طبعا في موضوع التعليم الأولي رهانات بناء منظومة التربية والتكوين تحت شعار من أجل طبعا تعميم وتجويد التعليم الأولي كرهان لبناء المدرسة المغربية الجديدة. وطبعا عبد العزيز السيدي هو الرئيس ديال رئيس مركز رؤى والكاتب العام ديال مركز التنمية الجهة التنسيق. ندوتنا اليوم ندوة سوف تقارب قضايا ديال التعليم الأولي باعتبار أن هذا المشروع هو مشروع استراتيجي تم إرساؤه من طرفي من خلال كل المرجعيات ديال منظومة التربية والتكوين وفي مقدمتها طبعا القانون الإطار 51/17 الذي يلح على أن الركيزة الأساسية للإصلاح هي التعليم الأولي، كما أيضا جاء كركيزة أساسية كمبدأ أساسي من خلال خريطة الطريق اللي هي تتمثل البرنامج الحكومي 2022-2026 واعتباره من الأهداف الاستراتيجية الأساسية. هناك ثلاث أهداف استراتيجية مهمة من ضمنها تجويد التعلمات ولكن انطلاقا من التعليم الاهتمام بالتعليم الأولي في الهدف الاستراتيجي الأول والاهتمام أيضا بالتعليم الأولي من أجل محاربة الهدر المدرسي لأنه الهدر المدرسي بالنسبة لنا مقتبة ديالته هو التعليم الأولي. اليوم سوف نقارب هذه المسألة ديال التعليم الأولي من خلال آراء مختلفة ومتعددة من ضمنها آراء منظمة دولية في يونيسيف عند المنسف للتربية والتنمية نظرا لاهتمامها الكبير بالطفولة على المستوى الدولي وعلى المستوى المغرب. ثانيا من طرف منظمة موناكو مديرية التعاون الدولي موناكو باعتبار أن منظمة التعاون عندنا معها واحد البروجي يمتد على 3 سنوات يتعلق بإرساء نموذج التعليم الأولي، نموذج جديد وحديث نسعى نتمنى أن يكون واحد النموذج قدوة لما يمكن أن تكون عليه الدولة، لأن نحن بنا نسوي غير تجربة وتنتمنى أن الدولة تبنى نفس التجربة على أساس أن هذا البروجي هو أساسي. علاش؟ لأنه اعتمدنا على جهيزات أساسية، اعتمدنا على تكوينات المكونين المربيات، تكوينات من طرف متخصصين إما مكونين في المراكز الجهوية إما مفتشين، واعتمدنا على الوسائل التكتيكية الحديثة في التعلم من ضمنها اللعاب التربوية ومن ضمنها أيضا الرؤية ما يتعلق بالفيديو مثال المنسقات ما يتعلق بقضايا هي مفيدة للتعلم، لا نقتصر فقط على الكتاب المدرسي والسبورة بل نقتصر على كل الوسائل الديداكتيكية والوسائل المساعدة لذلك، بما في ذلك راديو فيزيال، بما في ذلك أنه تسلمنا هذه المربيات واحد التلفاز وواحد البورتابل والربط بشبكة الانترنت باش يمكن استعمال وسائل حديثة. طبعا نفتخر أنها تجربة مفيدة وهي طبعا يقودها مركز التنمية الجهة التنسيفت واشتغلنا فيها في إقليمي الآن، الإقليم الأول هو اليوسفية والإقليم الثاني هو منطقة الحوز. طبعا هذه التجربة يقودها طبعا في المنسق ديالها هو سعد القادر المخلص عضو المكتب التنفيذي ديال مركز التنمية وأنا أمثل فيها المنسق البيداغوجي باعتبار أنني أستاذ مكون بمركز الجهوية وتنعصي هذا المجال البيداغوجي لأهمية ديالو هو الذي ينقص. ولذلك نطالب نحن بأن هذه المربيات يجب أن يدمجوا في السلك الإلزامي ديال المدرسة بما في ذلك أن يخضعوا إلى تكوين في مراكز الجهوية من مهنة التربية والتكوين ويتم توظيفهم في سلك ديال الوظيفة العمومية باش يمكن يتمكنوا ويستافدوا من الوضعية ديال كموظفين ويخضعوا للتكوين اللي هو في واحد العدة بيداغوجية وفي واحد الهندسة مصنفة وتتعتمد فعلا على محاور دقيقة ومن ضمن هذا الاحترام الأساسي ديال الإطار المنهجي ديال التعليم الأولي. كما تعرفون هذا الإطار المنهجي راه تم صياغته من طرف اليونيسيف ووزارة التربية الوطنية من خلال المناظرة الوطنية اللي كانت طبعا تشرف بها صاحب الجلالة وقدم فيها رسالة في 2018. إذن ونحن أيضا نهتم هذه الندوة الدولية تجي في إطار هذاك السياق نفسه، السياق ديال استكمال الأوراش الملكية في هذا الموضوع، والسياق الثاني هو اهتمامنا احنا كجمعيتين كمركزين للتكوين
بهذا المجال ديال التعليم الاولي، ونسعى الى ترسيخ نموذج بيداغوجي اساسه العقلانية واساسه ان يكون هو مقدمة ديال الاصلاح، وان يحقق لنا ما اتت به كل المرجعيات ديال الدولة، المرجعيات التشريعية والتنظيمية والتربوية، من ضمنها طبعا الرؤية الاستراتيجية، قانون الإطار وخريطة الطريق. نتمنى في هذه الندوة أن نخرج بخلاصات وتوصيات مهمة ونقاربها، خصوصا أن هذه الندوة تعريفها من الإيجابية ديالها مشاركة المنظمة الدولية، ولكن مشاركة أيضا الأساتذة الجامعيون وأساتذة المكونون، وجايين من خلال طرحهم البحوث التدخلية متعلقة بالتعليم الأولي. إذن ده الطابع العلمي، كل المداخلات اللي غادي تكون إن شاء الله في هذه الأيام هي مداخلات ذات الطابع العلمي، طبعا تأثرها أساتذة جامعيون ودكاترة وخبراء من زمنهم في مجال ديال التقييم. سي جمال طبعا رمضان راه معنا، واللي تيكون متميز أيضا هو حضور وزارة التربية الوطنية في شخصي سي عبد الجليل بن زوينة المدير ديال الوحدة المركزية للتعليم الأولي، وبذلك نكون قاربنا وجهات النظر ديال هاد الندوة من منظور حكومي، من منظور جمعوي، ومن منظور دولي، ومن منظور طبعا الإصغاء للإشراك ديال الجمعيات المتواجدة الآن المهتمة بالتعليم الأولي، والصحافة اللي غادي تكون حاضرة معنا برأيها. عبد القادر المخلص، عضو في مكتب التنفيذي لمركز التنمية لجهة تنسيفت للسي دي ار تي، وكذلك منسق ديال برنامج دعم التعليم الأولي في العالم القروي. هذه الندوة تنظموها بشراكة مع مركز رؤى، لأن تنعتبروا بلي التعليم الأولي هو الأساس، هو الأساس ديال التربية، وبغينا نشوفوا من خلال هذه المشاركة ديال باحثين وأساتذة ومجتمع مدني أشنو هما التجربات اللي كاينين في هذا الميدان، أشنو هما النتائج البحوث اللي دارت الميدان في الطفولة الصغيرة، وبغينا كذلك نهضروا حتى حنا على التجربة ديال مركز التنمية لجهة تنسيفت في هذا الميدان هذا، لأن فايت منا من 2016 وحنا نعملوا في هذا الميدان، لأن تبين لنا باللي الهضر المدرسي في المغرب بصفة عامة كثير جدا، وخاصة في العالم القروي. ولازم نجيو نشوفوا شنو هو السبب. السبب الرئيسي هو عدم التعليم الأولي، ولهذا كنا تعاوننا مع واحد العدد ديال الجمعيات في العالم القروي باش نشأوا وحدات ديال التعليم الأولي، وجهزناهم، أعطيناهم كتب، أعطيناهم أدوات، لعاب إلى آخره، ودرنا تكوين المربيات، والحمد لله هذا الشيء بدأت يعطي النتيجة ديالو. أخيرا هاد السنة الماضية وقعنا اتفاقية مع إمارات موناكو اللي دعمتنا في هذا مشروع كبير، اللي هو مشروع غادي يدوم 3 سنين ومخصص على تعليم أولي ذو جودة في العالم القروي.